الرساله ان احنا مش هيبقى في طلبات منا ومن بعض في حاجه فكره. احنا الاثنين يعني الاتفاق اللي كتب العقد اللي كتب ان مفيش مطالبات اخرى لا مننا ولا منهم لان احنا نطلب ان هم يطلبوا. السفينه خلاص افرج عنها تحت امره الملاك هيعطوها بورسعيد عشان تعمل فيها انسبكشن بس على المكن عشان بعد كده هتغادر مباشره يعني لكن خلاص احنا ما عندناش ولايه عليه. شيء جميل الحمد لله ربنا يعني يجيب الخير دايما علينا. يا رب العالمين سعداء طبعا سعداء طبعا ده العالم كله شايفه بقى. ربنا يسلمك ان شاء الله وتطلع خير ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين وفي سفن اكبر منها بتعدي يعني.